سيدتي سادتي مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، لقاء الإياب للدور ربع النهائي لكأس أفريقيا للأندية البطلة بين ترجي الرياضي التونسي اللي الكرة حاليا لصالحه ونادي أفريكا سبور من الكوت ديفوار. مقابلة الذهاب كانت دارت يوم 14 من هذا الشهر في أبيجان وانتهت بنتيجة هدف لصفر لفريق أفريكا سبور. تشكيلة الفريقين بالنسبة لفريق أفريكا سبور: ديوميني، ديبي، ساكري، باروان، لوي، كابلان، فيكتوريا، سونغاري، كرة في اتجاه بسام. بسام يدخل ما بين زوج والحكم يعلن على ضربة جزاء الدقيقة الأولى لصالح الترجي الرياضي التونسي. حكم المباراة والإعادة، ترويض الكرة بالزر من بسام، يراوغ المدافع الأولاني، يدخل بيناتهم والعرقلة، عرقلة موجودة، ضربة جزاء لا جدال ولا شك فيها، يعني عليها الحكم السنغالي السيد بدر السني. والدقيقة الأولى من هذه المباراة، بسام والهدف هدف لصفر الترجي الرياضي التونسي. دقيقة لعب وهدف لصفر الترجي الرياضي التونسي، الإمضاء بسام. هاي إعادة، بسام أصبح أخصائي الترجي الرياضي التونسي في تحويل ضربات الجزاء. تشكيلة الفريقين إذا ما لقيتش حتى الوقت بتاع التشكيلة: جيوميني، دي بي، ساكري، باروان، لوي، كابلان، فيكتوريا، سونغاري، كواسي، لاغوباي، جيديكبا، ولينيون. هاي إعادة بتاع الفرصة الأولى اللي جابت الهدف الأول عن طريق ضربة جزاء، جابوا بسام الجريدي وحاول كذلك ضربة الجزاء نفس اللاعب. فما نقاش من لاعبي فريق أفريكا سبور يناقشوا بالحكم، وهي إعادة تاع ضربة الجزاء قوية، ضربة الجزاء. بالنسبة لاحتياطي فريق أفريكا سبور، دومبيا مامادو اللي كان سجل هدف أبيجان نلقاه ضمن الاحتياطيين، دوري، نيومبا، كبا، برنادا، ودومبيا، لانتينا. هاول النقاش مازال مستمر. بالنسبة لتشكيل الترجي الرياضي التونسي: شوشان في حراسة المرمى، الخميري، علي بن ناجي، لطفي جبارة، خالد بن يحيى، محمد بن محمود، بواب، فدو، عادل لترش، طارق ذياب، وبسام الجريدي. بالنسبة لاحتياطي الترجي نلقاو زرقة كحارس مرمى احتياطي: الهيشري، الغرايري، هيثم عبيد، ونبيل معلول. إذا ندير هذا اللقاء ثالوث من السنغال، ثالوث تحكيم من السنغال السيد بدر السيني، مع السيد بيريرا باول وديوف أمار. الحكم هذا السنغالي كان زفر مباراة مصر والمغرب في الرباط تصفيات كأس العالم، كان تذبته، كان أعلن على ضرب الجزاء لصالح الفريق الزائر الفريق المصري في الرباط، ما تمكنش فريق المصري من تحويلها إلى هدف، وتمكن بعد ذلك فريق المغرب باش يترشح على حساب الفريق المصري. بالنسبة لتشكيلة أفريكا سبور، لاحظوا وجود 8 لاعبين دوليين، لاعبين هما جيوميني، ديبيي، ساكري، لوي، كابلان، فيكتوريا، كواسي، لاغوباي، ولينيون. من 8 الموجودين ثم هاو إقصاء ورقة حمراء في وجه مرافق فريق أفريكا سبور للنقاشات المستمرة والتي لا طائل منها مع الحكم. قلت 8 دوليين في فريق أفريكا سبور، منهم 3 أساسيين وهم ديبيي، ساكري، وكواسي، ولاعب في الفريق الأوسط كذلك أساسي وهو لوي. بالنسبة لتشكيلة أفريكا سبور، لاحظوا غياب ليبيرو مونغي اللي عوضوا اليوم لاغوباي، ووجود أيضا دومبيا صاحب الهدف يا بيجان كلاعب احتياطي. فادو في اتجاه بواب تتقص عن طريق ساكري،
تمشي الكرة لجديجبا سكري طويلة من سكري قدام خالد بن يحيى 35 ألف متفرج يحضروا اليوم في هذا اللقاء ملعب منزة عملية جميلة من خالد بن يحيى ترجع عن طريق الدفاع ديبي عادل الأطرش جبارة بن محمود فدو حاول بشراوة فدو تفكروا الكرة من سكري ياخذها الخميري وتتعدى كرة طويلة فما جبارة بواب بن محمود عادل الأطرش علي بن ناجي خالد بن يحيى خالد بن يحيى عادل علي بن ناجي في اتجاه بواب تتقص عن طريق لوي وتمشي من كابلون فيكتوريا ديبيي يحافظ على كورتو في اتجاه سونغاري عادل الأطرش حاب يوزع يمد الكرة لوي السكري فريق افريكا سبور حصل على 10 بطولات منهم 5 بصفة متتالية طارق في اتجاه بسام ومخالفة ضد رقم 8 كواسي جمهور إذن يقدر 35 ألف متفرج جو رياضي منعش مساندة كلية من كل الفرق التونسية اللي لجان أحباء متاحة تحولت اليوم للمنزه لمساندة الترجي الرياضي التونسي أحباء نادي الرياضي حمام الأنف الآن نادي الإفريقي الملعب التونسي الأولمبي للنقل وكذلك فريق المطوية قص الكرة من ديبي وانذار انذار الفدو انذار بن يحيى خالد بن يحيى سبعة دقائق لعب نتيجة هدف لصفر الترجي الرياضي التونسي للترشح للدور نصف النهائي لكأس افريقيا الأندية البطلة الترجي مطالب بتسجيل هدف آخر الآن هنالك تعديل في النتيجة هدف لهدف بين الفريقين بالنسبة لفريق الزمالك انتصر البارح الدور ربع النهائي لهذه الكأس على حساب فريق بوجمبورا بنتيجة 3-0 ويترشح إذن للدور نصف النهائي لكأس أفريقيا الأندية البطلة يتقابل مع الفائز من كانون دياوندي وفريق قوات المسلحة من الرباط مباراة الذهاب كانت انتهت لصالح كانون دياوندي بنتيجة 2-0 واليوم الدور في الرباط مباراة الإياب هجوم عن طريق كواسي و الكرة ما زالت فرصة وسونغاري يتحصل على ركنية هاي الإعادة بتاع الفرصة خروج شوشان كان موفق جيب ركنية أخرى نفس اللاعب ديبي والكرة خرجت 6 أمتار صالح الترجي الرياضي التونسي